هاي ايفريون، بدنا نحكي عربي اليوم، وهاي لما نفتح هيدي المجلة، مجلة جديدة هيدي اجت من عند ألتا. ان بتمنى قبل ما نفتح المجلة بتمنى لكم الصحة والعافية، والله يبعد عنكم هالفيروس اللي عم نسمع فيه، عم بيقولوا على انه اني خطر، الله يبعدوا عنكم وعن اهلكم يا رب. آمين. وعن الجميع. ونحن مثل ما شايفين قاعدين بالبيت، ممنوع نطلع برات البيت كرمال هيدا الفيروس، بقلنا منتسلى ومنفتح هاي المجلة ومنحكي نحن وياكم. شو هالمجلة اجيت من يومين؟ هيدا للشعر هون، كأنها مسكرة أو صبغة شوي، أنا بفهمش بالقصص يعني. ماما ما بتحط مكياج أبدا، هيدي ماسكارا ماما. شو بعرفني، فكرت عم تصبغ شعرها فيها. أوكي، مشان هيك أنا كمان ما معودة كتير عن مكياج، إذا ظاهرة بحط مكياج، otherwise بريح وجهي. سو ليكي هلا عم ببيعوا رموش مغناطيس، هاي بتسحب العين لبرا. شو هالحركات والله، بتلاقيهم حاطين رموش وطالعين مثل الفزيعات. هيدي للي ما عندهم رموش يعني، الحمد لله نحن عنا رموش. انت عندك رموش؟ هاي للي ما عندهم رموش. بس ما لازم نتمسخر على حدا، يلا نتفرج. ما عم نتمسخر يعني. اوكي سو هاي كلينيك، بحب هالماركة كتير. انا بحب هالماركة ولا مرة بصراحة مجربة اي من او اي هاو. ايه فتحت نشوف شو فيه. واو حلو هيدا اللون كتير. او عندي من هيدا، هاي اربن ديكاي، هاي بيس للأومبر يعني للآي شادو، تنحط أول شي على العين بعدين بنحط يعني. يا عندي هيك سامبل صغير، عطوني وقت. هاو بلا شنيا هاو لورا كمان آي شادو بيقولوا له أومبر رايت. أنا عارفة أومبر بومب. أو ليكي أربن ديكاي كمان عامل لا هي اسمها ريلودد. او وعامل وحدة، طلع وحدة جديدة تانية كلها على ذهبة. كتير حلوة شفتها بالمحل. هدول اسعارهم usually 48 بس هون هلا حاطين until April يعني نيسان 3 ب 22 دولار، لانه ما في حدا يروح يشتري. ما تضل العالم كله مزروبة، حيصير معكم كورونا، شو بدكم فيها؟ اوكي بعيد الشر. اوكي لنشوف، ها هي هاي اللي عم اخبرك عنها، اسمها نيكد. بس شو دخلك، ما في مجال غيره، انا بفهمش بالميك اب. اقولك من مقفون بل نجيب مجال لا تاني. كفي هاي وانا بشوف مجال الثاني. هلا بنجيب وحده غيره، عندي وحده على فكره عندي. انا بحب مجال اللي فيها طبخ ورد وأكل وورد وجنينة، هيك بحب الجنينة. هلا عندي واحدة تانية، هلا نرجع نعمل فيديو تاني بالإنجليزي حتى ما يزعلوا أخوينا اللي بيحكوا الإنجليزي. أوكي لنشوف هون الأربن ديكي ماسكارا، مزيدة حبيتها لأن كتير كتير سميكة. هيئة أنا حأحكي أكتر بهيدا الفيديو، بس بتعرفي مام أنت كمان مثلا فيك تشوفي مثلا من هون أي لون بيعجبك أكتر شي، في برونز على ذهبي مش على وبينك. عم بشوف بس أنا بفهمش فيني أمي، ما بعرف هيدا لشو، ما بعرف هيدا لشو. هاي بيدهنوا شي على وجههم بيعملوه مثل الجلد، ما بعرف بس بصراحة كتير قرفة يعني، ما بعرف يا بس هاو حلوين، هاو حلوين كتير ألوانهم.
هاو كلينيك، بحب ماركة كلينيك. لونكون. اوه تعال نشمها. شميها. هيدي باي ديور سوفاج. وهي شو؟ هيدي اوه دولتشي جابانا. وهي دولتشي جابانا. هي دولتشي جابانا. وهيدا جوني داب. اي سوير ما فيها جنس الريحة. لا وحيط الله شمي امها. اي ماما بتفتحيها تفتحي هالميلة. اوه انا عم شمها من برا شفته. افتحي هالميلة بشميها. ريحتها طيبة كثير طيبة مثل ريحة الصابون. نظيفة زي كلين. اوكي افتحي هلا هالميلة. الصابون اللي عندنا جوا ريحته هيك مثل هيك حسيتها. هيدي النوع اسمها لايت وهيدي كمان لايت بلو. وشو الفرق بين تعال احسبها شو؟ هيدي زيتها بس وهي اسمها فايس. وهي اسمها شو؟ تايس. لايت بلو لايت. بايس و تايس. او هي احلى ريحتها. ايه على حامض هيك على قشر الليمون. هاي ريحتها شوي اكتر سويت يعني ناعمة. ناعمة يا ناعمة. هاي شوي اتقل بس لنفهم بس شو عم نطلع نحن. دولتشي جابانا لايت بلو. دولتشي جابانا لايت بلو. اوكي معناتها شي some for men and some for women. yeah اكيد هذيك للمان لانه ريحتها قويه. هون هاي اوضه تواليت. اوكي كمان اوضه تواليت. شو بعمل جف. اوكي so this is for women. so ناعمه اللي حبيتيها للنسوان والثاني مثل الصابون للرجال. شو رايك فيه؟ لا دخيلك لكن فرشخ عيب الشمال. لكن هاي قليله الحياه. طب يلا هلا شمي هاي وشوفي شو رايك. في نوعين، وحده على الميله وحده على الميله. هات لنشوف هيدي شو ريحتها. حلوه؟ ايه ريحتها طيبه. فرجيني هاي لحظه. حق 150. هذيك احلى. معناتها انا حلوين. هاي الريحة كتير كتير حلوة عن جد بتعقل. بس الاولانية اللي احلى شوي. ديور هاي. هاي ديور. بس ريحتها بتعقل كتير حلوة. هاي ريحتها طيبة. كتير حلوة. لك الشاب فرجيني اياه. دخيلك لا بديش. شو بدك؟ يلا حطيها. مش عاجبني ليش؟ هي مثل اللي عندك اياها. شو هي؟ هلا اوه اللي جبتها من وانا عندي من هاي. عندي من هاي وحده بحب لورا مرسيي. وعندي قلم حمرا نود فرجيتكم اياه مره. اللون تبعه نود وريحته مثل الشوكولا. بعتقد قلت لكم. حلوة هالألوان كتير ذهبي والكوبر كتير حلوة. أوه كان عندي منها هيدي نارز هديتها بس ما خليتها لأن ما كنت حب البلاش بتلمع إلا كانت لمعة. وبير مينرالز نوعية كتير منيحة. أوه عندي هالفراشة كمان من إت. فراشيهم كتير حلوة منها. اللي جبناهم كمان حلوين. سو ان شاء الله هالفيديو ما يكون عم بيزهقكم.
في ماما شو فيني اعمل؟ شو فيك تعمل؟ او منخلصه كله سوا للمرة اللي كنت بدي وقف لان فيديو صار شي 10 دقايق بس نكمل. انا بصراحة بعد ما اطلعت على المجلة كنت ناطرة لاتفرج عليها سوا معكم. او عندي سامبل صغير منها. لك يا الكعب هي قنينة كولونيا. هي كولونيا؟ فكرت سكربيني بكعبة. وهي اللي بيلبسوا بفكرة قبله 100% على الامرجنسي. والله بيلبسون يا أمي بيلبسون. شوفي هون برفيوم حلو. اه عندي اياها هاي نكامة القنبلة. هون في كولونيا رجالة. هذا شو؟ جورجيو أرماني. Oh, and there is Johnny Depp. هاي هلا شفناها. هذا فيرساتشي. Yeah, فيرساتشي. هون صرنا هلا بالأشياء للشعر، للتلميع، الشامبو والكنديشنر. أوه لكن قلت لهم تفرش نشوف شو هالقد. هي كمان كولونيا مش حلوة. اوف ولا هي لا ولا هي. سو ما عجب الكولونيا تبع اريانا جراندي. فرجيني هاي التانية. شوفي هاي هذا فلوسفي. ولا هي ولا هيدي ولا هم ولا هم. كثير ناعمة هذا هالشي. وفي أشياء هلأ بتشوفوها على الميل. صرنا ب مثلا أشياء من ألتا ماركت ألتا. شوفون وهو للشعر فيتامين. هو للشعر وهو للنوم. سليب يا هذيك مالتي فيتامين يا هو فيتامين. او هاو ستيكرز بتحطيهم على الضفير. ايه واو حلو هيدا لمعته. شو هيدا؟ looks like glitter. من بدي اعمل شعري هيك. والله اعملي. I swear بس مش هيك كله سوا. رح اعمله من النص وبنزل هيك لتحت. يعني صار عمري 70 سنة ما خوتت ولا مرة. ايه 62 شو الفرق يعني بين 62 و70؟ حمرة يمكن او سبراي شي. سبراي للشعر. بعد في صفحتين ثلاثة. بول ميتشل ها هي اللي اخر مرة عطيتك هير سبراي. yeah. من هيدا النوع بول ميتشل. هي لون شعرها كتير حلو. ايه مبين كأنه معمل له مثل ماش الخفيف. ايه حلو كتير. هلا بس نخلص رح نغسل دينا. انا قاعدة احط ايدي على وجهي هلا انتبهت. واو لكي هاي غريبة. شو بتعمل هاي؟ هيدا سشوار مثل ايد. ما بعرف. اوكي سو خلص المجلة. ان شاء الله تكون عجبتكم ودلكن سيف. انتبهوا بيقولوا الواحد لازم يغسل ايدي وينتبه ما تسلموا على حدا ما تقربوا على حدا. خليكم في مسافة بينكم وبين
الشخص التاني، لأنه هذا الفيروس عم بيعدي من بالسلام وبالعبط وبالهيدا. الله يبعدوا عنكم يا رب، وتضلكم سيف، والله يحميكم. يلا باي، love you.